من جنائك برا آمين زخانة أسلامي بحد النسنا ربي زعمني كمو اللبو أنتهن ربي زتكزي قتلوا إن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم اقرأ اقرأهم زتكتلي زخانة تسر حط نظرات تقبل النت أب ربي ركزي نزيب لنا ما سرجعهم ربي خمزيبل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا المغطى الوين شمزيب ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما بانتار الظلمة كفار نخوني كافر زفني بربي زخاده بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم زي آمني كمو مشرك زفني زسرحة سرحة أبقر مربي تقبال نسي بلون نزي زبلنا زربا خاني ربي أبكب القرآن كم زيبل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ثم قطال وين أفكال آيات تنزيبل والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه إن الله سريع الحساب زبزح بطاع القرآن ترعنا ربي يذكر أمتن بحد النتوز مذكرو يؤمنين زغنو بزقب وصرع عسبينا تنجر اللهم بانطار لما متن بربي زخ حد الكفار زغنو بطاهم حوي جهنم نخاطو تقبئي وامئيو مخنياتو ناي ربي نجزاتي سلزي تقتلو ومن بتي ربي زورق من قدي أين خير عندما لسلزنة قوة بطوم جهنم كوينو ربي كوام يدحننا آمين إذا توحيد كبز بلزل على درجة حيث نسترخب قديت أخيلو ترى إيمان أحوال المسلمين بزأد لما سكن يذكرون ما ترى بزعب شرك كيور كي تفلطون ربونا القرآن كم فيه حذر إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق سلزيك كبرات أحوات جنة قيات نسأته فلندلي كبجهنم كندحنون بيتنا إيوه سنة زخاني إذا شريك كاسيف كانت أتبقفنا كنت حذرا نهرون نغيث مع أحوالنا كرفلوا النار نعنى أن أحدكم أجر ربي اختب النار تحفنا شريك كم ذي مثل كدما المعرف بيتسأتنا توحيد كان أي معرف توحيد مالك سنساي معرف توحيد ربوبية رابع أي معرف توحيد ألوهية فمشان عرف تنفيذ أسماء والصفات نعرف حالي بلتتنا يتوحيد كبرات أحواتنا ربي يرحمكم ويرحمنا تنفلت زقبعنا تنفي ربي يكاب شركيزة تنتقنا نزم شركيز قبر سبات دماء سفرم حو جهنم ديرون نتم كاب شركيز دحان سبات كاني بطوم جنة ديرون بزي مغنيات كاني بزي فرطاتنا يتوحيد الله كون مذكار ذاكل الدماي إذا التوحيد هو بسبب قلع متكدي مرحا هدأتون يركب أبدنا لو أخيرانا ربون بذا أيا يذكرنا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك
وهم مهتدون. ابن كثير سبع العالم نزاياك سسرام كله كم زيبل اذن هدئات انكسانة اماننا بدنا زرخبو نرب انتهم بغشر كستقن زوء سبات ايوم اذي اتم ايوم اب الدنيا بقمع من قدس خدو اب اخيرا دماء قصانة يرخبو كاب ابن مسعود رضي الله عنه زمت انا اذا امس وردت سحابة بصوتنا رسول صلى الله عليه وسلم كم زي الهم من رسول صلى الله عليه وسلم حديثا مهم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قالوا فأينا لم يظلم نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بذلكم ألم تسمعوا إلى قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم رواه البخاري. الله كم زلم حاتثهم من دائر كبر النفس في وسعى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لمم السوء يكون أي سمعكم من ديكم لقمان زغلو شركوك اتزعى بي عمدي كالاين اتيز العالم زبالة انه اتوي جنة قوينون رخبهم نزي ابتكبر زو عالفاني نجنة يعسون نزي ما سرجا خاني وتم حبيبنا زخون محمد صلى الله عليه وسلم كم زيبلون. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار رواه مسلم. زي مالك نربي زي وخبو شركي زي بلوم مالك كاب شركي نتا زخني فنيلو مسربي تتراخيبو بطو جنة يخون بخال الملكة تعني نربي شركي حجوز ترقبه بطو أبنار يخون يبلو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلا حديث كان يقتلهم كم زيبلو. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل متفق عليه. هذه مالت حد مخان من ربي إذ نذكره كمون زفن نقرات من قبر عبادة إذا كان ربي إن خالكم زي فكت زعمني قتلوين لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لقنا يربي مخانو مزمسكرة أسعبون سيدنا عيسى باريانا يربي من الأكسنيا مخانو مزرقالدتة اندقنا بسينا يربي قال كن فيكون كينون جناوين حكي مخانا زعمني جهنموين حكي مخانا زرقالدتة نترسو جنا ياسو من مكو حد حد ذنبتات انت قبرة ويطبق تكبر انت هلوه نترسو جنا يخون سفروا يبلو فتاوينا زخون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فنساي قدما يمخلال زخونة مقصرات الركبن زنبنا تحس قبلنا كمتي الله سبحانه وتعالى زغلو. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ملك برق شركنا بقبر ذنبي أحد قبل منه نخالي ذنبي يحتل ويمتدني رسول صلى الله عليه وسلم كم زد السعب بحديث كثيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويه عن ربه يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي وحسنه. مالت ربي إلو أنت رد أدام نمرز الشخصون زمد حسكان تتمت أني أمو شركك جمال كام سيتاخذك أنا نمرز الشخصون مقصرة حيزي متأكا أو إثني كم سمع خام واحد شخونك بسرات شخونك بزعب عوض رابعين كابتي تغني ويدرسات ما يتوحيد كاني مود سبكا حوي جهنم نزل على ما ويزغن وبطلو خمس دحين يزبرون انت دا أوشتو لبي كندي أدري تأكل إنه تعلون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
تنزيل عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه